فكيف إذا اجتمع ذلك مع الكفر الصريح وهو معاداة التوحيد وأهله والمعاونة على زوال دعوة الله بالإخلاص؟ يشير الشيخ رحمه الله إلى ما حصل في وقته من أن كثيرا من أهل هذه البلاد من بادية وحاضرة انضموا إلى أعداء المسلمين لما جاء الغزو والجيوش لمداهمة بلاد المسلمين، انضم إليهم الأعراب وكثير من أهل القرى والبوادي، ساعدوهم ونقلوهم وحملوا أسلحتهم ودلوهم على الطريق. هذا بغض للدعوة، بغض لهذا الدين، هذا ما يشير إليه الشيخ رحمه الله، شيء حصل في وقته. فإذا انضم إلى هذا، نعم، فكيف إذا اجتمع ذلك مع الكفر الصريح وهو معاداة التوحيد وأهله والمعاونة على زوال دعوة الله بالإخلاص وعلى تثبيت دعوة غيره؟ نعم، الدليل العاشر، هذا هو اللي حصل. فإذا انضم إلى المحبة الكفار هذا الشيء وهو كراهة التوحيد وكراهة دين الإسلام، فهذا هو الخطر العظيم والردة الصريحة. فكيف إذا اجتمع ذلك مع الكفر الصريح وهو معاداة التوحيد وأهله والمعاونة على زوال دعوة الله بالإخلاص وعلى تثبيت دعوة غيره؟ وهل زالت دعوة التوحيد ولله الحمد من هذه البلاد رغم ما حصل من الحروب والجيوش الجرارة التي جاءت والتدمير وإخراب البلاد؟ ما تغير الدين ولله الحمد، ولا تغيرت العقيدة، دعوة التوحيد باقية ما تغيرت، لأن حق والحق يثبت. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ما تغيرت دعوة التوحيد ولله الحمد، وإن فعلوا ما فعلوا من النكال والضرب والقتل والتشريد، ما ضروا دعوة التوحيد، وإنما رجع كيدهم عليهم. نعم، وهكذا حال كثير من هؤلاء المرتدين قبل ردتهم، كثير منهم فاسقون. أي نعم، كانوا يتربصون، يعني يتربصون إن العدو ينتصر، يكونون قد اتخذوا معه مقدمات يؤمنون أنفسهم، ولكن الله عكس الأمر عليهم فنصر المسلمين في هذه البلاد ولله الحمد. من حين رحلت جيوش العدو من هذه البلاد عاد للمسلمين عزهم ونصرهم وحكومتهم، وعادت الدعوة كما كانت. وخاب ظن هؤلاء، خاب ظنهم وانتكس أمرهم. نعم، وهكذا حال كثير من هؤلاء المرتدين قبل ردتهم، كثير منهم فاسقون. هؤلاء المرتدين يعني في بلاد نجد الذين ارتدوا مع الفتنة لما هاجت الفتنة وجاء العدو بجيوشه الجرارة، ارتدوا عن الدين، يظنون يريدون السلامة بزعمهم، باعوا دينهم علشان يسلمون، تصانعوا مع الأعداء، ولكن انعكس الأمر عليهم فالدين عاد كما كان وأهل الدين انتصروا، فخاب هؤلاء. والذين يعلقون عليهم الآمال رحلوا وتركوهم، الذين يعلقون عليهم الآمال رحلوا من البلاد وتركوهم. نعم، فجرهم ذلك إلى موالاة الكفار والردة عن الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. نعم، باعوا دينهم علشان سوء الظن بالله وأن الإسلام سيزول وأن العدو سينتصر ويبقى. نعم، هكذا تربصون بكم، ينتظرون. نعم، والشهادة أنهم على حق واستحلال دماء المسلمين وأموالهم،
اي نعم، لان الذين غزوا بلاد نجد استحلوا دماء المسلمين واموال المسلمين، استحلوها باي شيء، باي سبب. ما هو السبب؟ انهم يقتلون المسلمين ويهدمون عليهم بيوتهم وياخذون اموالهم. نعم. والشهادة أنهم على حق، واستحلال دماء المسلمين وأموالهم، والخروج عن جماعة المسلمين إلى جماعة المشركين. نعم، تركوا ولاية المسلمين وانضموا إلى أعدائهم، صاروا يقاتلون مع الأعداء، يقاتلون مع الأعداء ويهاجمون المسلمين في بلادهم، وهم بالأمس يقولون إنهم من المسلمين ومن جماعة المسلمين. نعم. فهؤلاء أولى بالكفر والشرك ممن وافقهم على أن الميتة حلال. أي نعم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، هذا في أمر الميتة، فكيف بمن أطاعهم فيما هو أشد من ذلك، وهو استحلال دماء المسلمين وأموالهم و إخماد دعوة التوحيد وبناء المشاهد على القبور وإعلان الشرك بالأموات، ويقولون هذا هو الدين. نعم.